انت صاحب الوجه الشهير جدا وائل بقى ويلز. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقدم خلطه لكل اكله. الموضوع مش سهل، ده موضوع ممكن ياخد شهور عشان تطلع خلطه لاكله. خليني ابدا معاك من ويلز. بدات امتى الفكره ان احنا نعمل مصنع لخلطات الاكل، خلطات البهارات، ان احنا نفكر لست البيت والشيف والمطعم وللفندق ازاي تبقى كل حاجه عنده سهله وبسيطه؟ تمام. هي الفكره بدات من قبل كده بكتير، من وانا شغال لسه في الفنادق. انت الشيف اصلا في الاساس؟ انا شغلتي شيف، انا من سنه 97 وانا بشتغل في السياحه وفنادق. راجل سياحه وفنادق، واشتغلت بدايه شغلي في شرم الشيخ. طبيعي ومنطقي ان اي حد شيف بيفتح مطعم. ده التفكير المنطقي طبيعي. هتعمل مشروع خاص يبقى هتعمل مطعم. بس لا، طب ما المطاعم كتير، طب ما احتمال فشل ممكن، احتمال النجاح ممكن، طب ما ندور على فكرة أحسن وأشمل وأدوم. ففكرت في التحضيرة أو الخلطة، وتحضير الأكل ده أصعب من تسوية الأكل بكتير، مراحله كتير وتجهيزاته كتير. فأنا اخترت أن أنا أعمل تحضيرة الأكل اللي هي الخلطة بقى. طيب اوكي، الخلطه دي ما هي ممكن تبوظ، ممكن خضار وحاجات وزيوت ممكن تبوظ في اي وقت. طب لازم طريقه حفظ. لا، طب ما في حاجات تانية، المجفف، الدراي فود، الخضار المجفف. فجت لي الفكره من كده، طب ما انا اشتغل في حته الخضار المجفف، اعمل الخلطه بس مجففه، ميكس ما بين التوابل والبهارات والخضار المجفف، والاثنين متوفرين في مصر كويس جدا يعني. فجت من هنا الفكره، طب ما انا اعمل خلطه للاكله، طب ما انا عندي اكلات كتير، طب ما انا اعمل خلطات لكل الاكلات. وجت من هنا البدايه بقى ان انا اعمل خلطات لكل الاكلات. فسبت مجال الفنادق خالص والمطبخ الرسمي بتاعنا التقليدي، وبدات ادور على مصانع اللي هي تكفيف الخضار والتصنيع الغذائي، واشتغلت في مصانع التكفيف ومصانع التصنيع الغذائي. قعدت فيها فتره كويسه، اتعلمت، عرفت الفكرة بتيجي إزاي والتركيب بيمشي إزاي، وبدأت أطور بقى. يعني الحمد لله أنا بدأنا مثلا بخمس أصناف، اللي هي مثلا خلطة الفراخ، خلطة اللحمة، خلطة الكفتة. النهاردة عندي فوق 70 صنف. الخلطة بتاخد منك قد إيه؟ وهي أصعب خلطة عملتها؟ لا، الخلطة ممكن تقعد سنة عشان تطلعها؟ تلف في دماغي كده ممكن سنة عشان أطلع أو تبقى منتج يعني. ايه اصعب خلطه قبل يعني ده؟ احنا بقالنا دلوقتي داخلين في 10 سنين، لسه في خلطات لسه في دماغي لسه ما خرجتش، لسه ما كملتش يعني. لسه التحضير بتاعها لسه خلص. لسه ما كملتش، لسه ما خرجتهاش. انا متهيألي في عندك تركايه في المكس او الخلط بتاع الشغلانه. التركايه ان انا اصلا يعني دي شغلتي خاصه، اصل يعني انك تخلط منتجات على بعض، منها منتجات بالجرام، ده موضوع مش سهل. انا ممكن احط مثلا 10 جرام على 100 كيلو. انا بقول لك ممكن مختارين بقى، تقدر توصل بالجرامات دي لكل كيس، انت متخيل؟ طبعا. يعني التركيز فين هنا؟ التركيز الجامد، الناس شغاله بتركيز عنيف جدا، ولا ده مكان عالمي موجود؟ لا، احنا 350 واحد. انتوا بتعرضوا لمنافسه عنيفه جدا، رغم ان انتوا نجحتوا في مصر بنجاح كبير جدا. المنافسه دي ترجع ليه؟ الجوده اكيد. أكيد إحنا في ناس كتير بتقلدنا كتير. أنا شايف، أنا مثلا تعبنا من التقليد فعملنا اسم جديد من مزاك لويلز. كان اسمك الأول مزاك؟ إحنا قبل مزاك قعدنا حوالي 5 سنين باسم مزاك. وبعدين؟ لقينا كل شوية حد يطلع يكتب مزاك، مزاك الطبيعة، مزاك الأكل، مزاك الأصلي، المزاك يعني بيحور الكلمة شوية عشان يقول أنا في الآخر أنا مزاك. فخلاص ماشي، طب احنا عملناها ويلز يا جماعه، انا ويلز. وحطيت صورتي. طيب بدانا زي المشروع ده، انا عايز اعرف الصناعه دي، المصنع انا شايفه الهايل ده. انت المصنع كام؟ 4 ادوار او 5 ادوار؟ احنا 5 ادوار. 5 ادوار. بداتوا ازاي؟ حطيتوا استثمارات قد ايه؟ احنا بدانا الاول، احنا كنا في السادات، فبدانا مبادره البنك المركزي، قعدنا فيها فتره، اشتغلنا كويس جدا والحمد لله حققنا نجاحات. واشترينا بقى حتة أرض، قدمنا على أرض هنا في مدينة بدر. واشتريناها وبدأنا، وإحنا شغالين بننتج في السادات، بنبني في المصنع اللي بيجي بتحطوه في الأرض. كنا إحنا الأربعة كنا بناخد مرتبنا زينا زي أي موظف، أي فلوس بتيجي من المشروع تحط في الإنشاء. الصرح ده اسمه صرح اللي إحنا موجودين فيه ده. إن شاء الله الصرح ده هيكبر أكتر من كده، إن إحنا مش هنوقف لحد كده. واخدين مساحة قد إيه هنا تاني؟
احنا واخدين 5000 متر ان شاء الله هنبدا انشاء فيهم. مجرد ما التراخيص تطلع دماغك راح لفين في المصنع الجديد؟ هتنتج ايه؟ لسه عندنا مجالات كتير ما عملناهاش. زي ما عملنا الدراي هنعمل الليكويد، وفي لسه كاتشب مايونيز لسه ما اتعملش. كاتشب بانواعه ومراحله كتير لسه كتير. الصوصات كمل بيت المطبخ بقى، ولسه في الحلواني لسه ما اشتغلناش فيه. لنا ندوق بعض الحاجات اللي حضرتك بتعملها ممكن والخلطات، لان انا مستغرب جدا من فعلا كل ما تفتح كيس مكتوب عليه مثلا خلطه ملوخيه زي اللي قدامي دي، انا شامم ريحه الملوخيه بطشه فظيعه يعني. صحيح. لما اجي افتح المحشي كانك فتحت حله محشي. حله محشي. يلا بينا.